بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل حاجة نحلي بيها بقنا. الكنافة وكلنا يعني عارفينها ومتواجدة في كل مكان، بس برضو هعملها بطريقة مختلفة. هعمل النهاردة كب كنافة، هعملها في قوالب الكب كيك. كل واحد كده ياخد الواحدة بتاعته على قد بقه، بدل ما نقعد نعمل في الصينية ونقطع والكلام ده كله. كل حاجة يعني بسيطة فيها وسهلة ومش محتاجة أي تكليف. أنا عندي زبدة صفراء مسيحاها أهو، مش محكومة برضو بمقدار معين، على حسب إيه الكنافة اللي أنا هعملها أو على حسب إيه مقدار القالب اللي عندي. عندي القشرة اللي قلتلكوا عليها قبل كده، بدل ما تعملوا في البيت قشطة، عايزة تعملي انتي قشطة في البيت بمعلقتين دقيق، معلقة نشا سكر، وتقيميهم على النار لغاية ما يتقلوا. خلاص اوكي ماشي، مفيش مشكلة. بس احنا بنقول ايه، دي مهما قعدت الكنافة 3 ايام او حاجة بتفضل القشطة فيها زي ما هي، ما بتجمدش. انما القشطة اللي هي اللي احنا بنعملها في البيت بيبقى لازم ايه ناكلها في ساعتها او بالكتير اوي تاني يوم، عشان بتلاقيها ايه جمدت شوية. عندي ده ربع كيلو كنافة انا مقطعاه ضربة في الخلاط زي ما قلت لكم قبل كده، عشان يتقطع اي قطع صغيرة كده ماشي. حط عليه رشة زيت عشان انتوا عارفين ان الزيت بيقرمش الكنافة، تمام. عندي قوالب الكب كيك حاطة فيها برضو في كل قالب نقطة زيت، تمام. هنعمل ايه بقى؟ هنشتغل على طول. هروح حاطة السمنة بتاعتي او الزبدة اللي انا مسيحاها. الزبدة اصلا بتبقى خفيفة قوي للكنافة يا جماعة، وبتبقى حلوه يعني، بتديها طعم حلو. هما بره اصلا بيعملوها كده. واروح ايه عامله الكنافه كلها كده في قلب بعضيها، في قلب ايه الزبده، بحيث ان الكنافه كلها تتشرب من الزبده بتاعتي، تمام. يعني افرفطها كلها في قلب بعضها كده. برضو انا مش حكماكو بمقدار معين، بحط شويه الزبده اللي فاضلين. يعني دي مثلا ربع كيلو كنافه مثلا على كوباية ايه زبدة ايه صغيرة، وعليها رشة زيت اهو، تمام كده. هعمل ايه بقى؟ القالب عندي اللي هو اللي مدهون محطوط فيه نقطة زيت، هعمل كده، هاخد شوية كده اهو، هروح ضغط عليه كده اهو، الشكل ده كده اهو. وهروح ايه حاطه القشطه بتاعتي في النص، تمام كده. سهله قوي يا جماعه وبسيطه، وبتبقى ساعات قاعده انت كده مش عارفه تعملي ايه حاجه حلوه يحلوا بيها بقهم. فالكنافه لما بلاقي يعني فرصه ان انا اجيب، فبروح جايبه وضرباها كلها من غير اي ماده دهنيه ولا اي حاجه، واحطها في كيس في الفريزر عندي. وقت ما اكون عايزه اعمل اي حاجه او جالي ضيوف على غفله، هروح عامله ايه اللي هي الكب كنافه دي. سهله ما فيهاش اي حاجه خالص، ما بتاخدش ثواني. وفي نفس الوقت انا قلت لكم قبل كده انا عامله الشربات كوبايتين سكر على كوبايه ونص ميه على ايه نقطه ليمون وشويه فانيليا. لما بخلص بيه مثلا لو صينيه بسبوسه او صينيه كنافه او اي حاجه، بروح شايله الباقي ايه في برطمان برضو ايه، بخليه يعني نص تقل. ناس هتقول لي الشربات بتاع البسبوسه غير الكنافه، ما هو انا لا بخليه سايب قوي ولا جامد قوي، عشان برضو لو جامد قوي لو الكنافه قعدت لتاني يوم بتلاقي الشربات مسك فيها، تمام كده. هعمل ايه بقى؟ هغسل ايديا وهفتح برطمان القشطه بتاعي عشان احط القشطه في النص، وهروح مقفله عليهم بالكنافه تاني. القشطه بتاعتي اهي، والله يا جماعه ما غاليه، من اي سوبر ماركت، من مترو، من اي سوبر ماركت جنبيكو، اي نوع، مش لازم النوع ده. بس دي انا جايباها ب 13 جنيه وبتقعد عندي والله فتره، يعني مش مكلفه. هقول بسم الله، وطعمها مش قادره اقول لكم. للحلويات وللبسبوسه طعمها بصراحه جميل جدا، وانا عملت لكم بيها قبل كده الكنافه النابلسيه. هنحط حته قشطه كده اهو لكل واحده اهو كده كده كده. لما هضغط عليها القشطه كلها هتتفرش في الكنافه اهو. تمام كده اهو، نزود هنا حته كده، نزود هنا حته كده، خلاص بس كده. هنروح جايين بقى مقفلين على الكنافه بتاعتنا بعد ما حطينا القشطه، نقفل كده بالشكل ده.
شايفين؟ ولا خدت وقت ولا خدت مجهود ولا اي حاجه. والقالب الكب كيك ده متوفر في كل مكان، اكيد في منه في كل بيت، حتى لو مفيش في كل بيت يعني خلي عندك قالب في البيت لو عايز تعملي لاولادك كب كيك في اي وقت، تعملي بيه اي حاجه، تعملي بيه حاجات كتيره قوي يعني، مش شرط الكب كيك بس. هخلص بس التلاتة دول عشان ما تملوش من الفيديو، وهرجع لكم قبل ما احطها في الفرن هوريكم شكلها متقفل ازاي. حبايبي الكب كنافه بتاعتي خلاص جاهزه ان انا ادخلها الفرن، هدخلها واول ما اطلعها على طول اروح مشربها بالشربات بتاعي اللي انا عاملاه وحطاه في برطمان زي ما قلت لكم قبل كده اهو، ولا بيجرى له اي حاجه خالص. وكده كده اصلا لما بحب نسقي الحلويات لازم الشربات ايه يكون بارد. هحطها في الفرن وبعد ما اطلعها هوريكم شكلها عامل ازاي واحنا بنشربها الشربات. الكب كنافه بتاعتي طلعت من الفرن شايفين، ومن غير مقلب ولا اي حاجه اعرف انها اتحمرت من تحت ولا ما اتحمرتش، هي يعني بتقول من نفسها ان انا ايه خلاص خلصت. هقول بسم الله وهحط الشربات كده اهو شايفين، هي سخنه والشربات بارد عشان كده بتعمل الصوت ده، لازم نشربها شربات كويس كتير، نشبعها بالشربات عشان انتوا عارفين الكنافه بتحب ايه الشربات كتير. اوكي حطينا شويه كمان عشان اللي بيحب الكنافه غرقانه في الشربات اهي تمام كده. الكنافه بتاعتي هسيبها بس يا دوبك بس يعني 5 دقايق تشرب الشربات بتاعها، وهغطيها بصينيه علشان ايه تشرب الشربات وايه تبقى طريه سنه. ورجعت لكم حبايبي، انا نسيت البسبوسه شربت، قصدي الكنافه شربت الشربات بتاعها اهو، انا حبيت اطلعها قدامكم شايفين سهله ازاي بتطلع بكل سهوله مفيهاش اي مشكله خالص اهو شايفين، وشربت الشربات كله. هنعمل دلوقتي انا عملت تكايه كده، عايزه احط من فوق ايه شويه قشطه علشان حباين ان دي كنافه بالقشطه، فانا ما عنديش اللي هو الكيس الحلواني، رحت جايبه كيس سندوتشات رحت قطع منه جزء كده اللي انا محتاجاه علشان برضو ايه ما احطش قشطه كتيره، وهفتحه كده بصي، وعندي اللي هو ده بتاع العيش التوست اللي انا ربطه بيه ده، ورحت عامله كده اهو شايفين، وحطيت اللي هو القمع البلاستيك اللي عندي ده، يعني حاولت ايه اصرف نفسي تمام. وهعمل ايه دلوقتي، هروح انا جايه حاطه كده القشطه بتاعتي، اقفل عليها كده اهو، واحط من فوق كده يا حركاتك يا فكاتك يا ام باسي يا اختراعاتك. مش هنوقف الدنيا يعني يا جماعة شايفين، اهو نزود لها حتة تاني اهو، حاجة سهلة وبسيطة اهو كده كده في جوه اصلا الكيس اهو تمام كده. وادي الكب كنافه بتاعتي جاهزه وزي الفل، جميله وشكلها خطير، نفتحها من جوه ونشوفها شايفين، سهله ما خدتش في ايدينا اي وقت خالص شايفين، شايفين الكنافه بتاعتي من جوه شايفين القشطه، يعني مش قادره اقول لكم هي بتتكلم لوحدها والله اهي، وما خدتش في ايدينا وقت اهي الكنافه اهي، ما هو مش قادره اقول لكم والله يا جماعه خطير خطير. دي كانت الكب كنافه بتاعتي النهارده، يا رب تجربوها وتعجبكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس،
عشان اوصلكم كل جديد. واستنوني في حاجه سهله وخفيفه وسريعه وما بتاخدش اي وقت خالص وبدون تكاليف، من مطبخ مباسل. واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.